السلام عليكم. بالنسبة للناس اللي بتطهر بالكلوروكس، سواء الناس المعزولين، لأن السؤال ده أنا اتسألته من حد معزول في المنزل يعني، فهو بيقلق قوي من موضوع التطهير فبيطهر بكلوروكس، فجاله هو حساسية ومش قادر ياخد نفسه وهو أصلا عنده كورونا. فيعني في حاجة مهمة عايزة أقولها لكم، إن إحنا الكلوروكس بيتخفف. يعني لما تيجي تطهر مثلا بعد ما دخولك الحمام اعزكم الله، بتطهر بالكلوروكس، هجيب 20 ملي من الكلوروكس واكملهم يبقى لتر ميه. دي الحاجه اللي تفيدني بحيث ان يعمل لي يعني تطهير وفي نفس الوقت ما يعمليش حساسيه. وممكن بعد كده ان انا يعني احط ميه بعديها وما استنشقش دايركت البخار بتاع الكلوروكس عشان ما يجيبليش حساسية، خاصة لو في مشاكل في النفس او العيان عنده كورونا وعنده مشكلة في الكحة او في نفسه. ناخد بالنا من الموضوع ده، هو مضطر ان هو مثلا يروح بعد ما بيخرج من الحمام ان هو يطهره، او يطهر كتير مثلا في الغرفة اللي هو فيها او في المكان اللي هو قاعد فيه، او في حال وجود اطفال. فزي ما قلت لكم كده، حاولوا تعملوا النسبة دي بالنسبة للتطهير بالنسبة للكلوروكس، وكل شيء بالاعتدال كويس، لا يعني لا زيادة في التطهير ولا إلا في التطهير. ما حطوش مركز زي ما اتفقنا. تاني حاجة، واشطفه بالمية وما عرضش عيني ولا نفسي للكلور دايركت. تاني حاجة، الأسطح العادية ممكن ننظفها نظافة عادية، بس الأسطح كثيرة التلامس هي اللي بنظفها مرتين. بنظف الأول تنظيف عادي، أشيل الغبار وبعد كده بنظفها بالمطهرات زي الكلوركس. يعني مش كل حاجة هدهنها بالكلوركس وحطها بالكلوركس حواليا.